السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ جاي النهارده اكلمكم عن النعام وبدايه ظهور النعام في مصر ومراحل حكم النعام الكتكوت من البيضة لحد ما يوصل عمر شهر زي ما هو معانا دلوقتي. بداية ظهور النعام في مصر كانت في منطقة ما بين عين شمس والمطرية، كان اسمها منطقة نعام القاهرة. وليه اتسمت بمنطقة نعام القاهرة؟ عشان كان فيها أكبر مزارع نعام في مصر. طبعا كلنا عارفين إن النعام أساسا أصله من جنوب أفريقيا، فلما استوردناه من جنوب أفريقيا فبداية نزوله كان في عين شمس والمطرية. بعد اختفاء النعام منها تدريجيا اتبنى في المكان ده قصر الأمير يوسف كمال حفيد محمد علي باشا، وبعد انتهاء عيلة محمد علي باشا القصر ده اتحول من قصر الامير يوسف كمال الى المعهد القومي لبحوث الصحراء. دي كانت بدايه ظهور النعام في مصر. هشرح لكم دلوقتي مراحل خروج الكتكوت من البيضه. بنعدي الصبح على النعام عشان خاطر نلم البيض. البيضه لو فضلت كتير في الشمس بتبوظ. بنلم البيض وناخده نعقمه وبيدخل مكنه التفريغ، بيقعد في مكنه التفريغ دي 39 يوم. بنخرج البيضه من مكنه التفريغ بنحطها في الهاتشر لمده 3 ايام. بعد كده بنخرج البيضه من الهاتشر نحطها في مكان التحضين، والكتكوت ولا بياكل ولا بيشرب لمده 3 ايام لوجود عشان بيتغذى على كيد المخ. الموحى ده بيبقى عباره عن الصفار بموجود في بطن الكتكوت بيغذي الكتكوت لمده 3 ايام. بعد خروج الكتكوت من البيضه بناكل الكتكوت بيض مسلوق بقشره وجزر وطبعا العلب بتاعه، ولازم الميه تبقى نضيفه 24 ساعه. ده كتكوت عمر شهر. لازم نخرج الكتكوت لمده ساعتين كل يوم في الشمس. كل اللي انا شرحته ده من بداية ظهور النعام في مصر لحد ما جبنا الكتكوت وخرجناه من البيضة. دي كتاكيت عمرها شهر مخرجينها في الشمس عشان خاطر درجة الحرارة المفيدة عاملة زي الطفل. طول ما الطفل بيتعرض لدرجة حرارة الشمس المفيدة الكتكوت برضو زي الطفل بالظبط، لازم نعرضه لدرجة حرارة الشمس عشان ياخد الفايدة اللي موجودة في الشمس. وان شاء الله الفيديو الجاي هوريكم النعام الكبير، واستنونا.